آخ ماشا، ما أدري وين بتوصلي، ولا أنا عارف اللي يدور براسك. الله يستر بستر، الله يستر بستر. واختيارك كان غلط من البداية رزان. لا، اختياري ما كان خاطئ، إحساسي مستحيل يخدعني يا محمد. أختك بطت يا خالد. وين بطت؟ رقية وقاعدة بدارها يا أمي. أختك الصغيرونة نايمة. صدقك يا أمي تحاتين نجمة؟ نجمة طالعة مع رجلها مع الداخلية، تحاتين واحدة طالعة مع الداخلية؟ إيه يا أمي، طلعوا من الصبح ما ردوا للحين، إيش سالفتهم يعني؟ إن شاء الله ما يردون إلا الفير، خليهم على راحتهم. بأول زواجهم يمه، تبين تفرضين عليهم حظر تجول؟ لازم ساعة 7 يردون، ما يصير. هي بس عادي، هي يعني عقب ليلة العرس بتروح عنده في البيت، عاد كيفهم ذيك الساعة؟ والله يمه أنا ما أدري إيش أقول لك صراحة. أنا لو من نواف أمسك بنيتكم وقول لهم خذوها يبا، دام خايفين عليها خلوها عندكم ما بيها، فهم الله. الله يهداك، الله يهداك بس يا يمه. يا رب اهدي لي بناتي، اجعلهم من الذرية الصالحة يا رب. يا رب اهدي لي إياهم. ما تذكر يوم من الأيام أني أنا قفيت أمي، طول عمري برا في أمي، حاطتها بعيوني ومسكرة عليها. يا رب استر علي وعلى بناتي، يا رب اهديهم للصراط المستقيم، يا رب يا أرحم الراحمين يا الله. هاي انتي من عشان طولي لسانك على امي؟ واخري يا سلمى ترى مالي خلقك. مره ثانيه ان طولتي لسانك على امي، شفتي شعرك هذا؟ لانتفه نتفه نتفه. لا والله خوش، ما بقى الا انتي تهدديني واكسر راسك وادوس ببطنك بعد اذا مو عاجبك. مره ثانيه طولي لسانك على امي، شوفي ايش بيصير لك. انتي كفو تنزلين دمعه من عين امي. هاي انتي لا تسوين نفسك كبيرة علي، ترى عمارنا واحدة، ولا تتشايحطين علي بهالشهرين الزيادة، أوكي؟ ورحنا بدرجة أحسن، مو لازم تنطري الأخبار يعني لين تطلع. الحين من يقول لك إن أنا نايمة؟ من يقول لك إني أنطر الأخبار؟ علينا يمه، يعني أنت ما تعرف أمك؟ أمك إذا ما تسمع الأخبار المحلية والعالمية وتعرف متى أدنى جزر، متى أعلى مد وأحوال الطقس، ولا ما تعرف تحط راسها على المغنى. زين زين، إي صج، أنت الحين متى بتحفظنا القرآن؟ إن شاء الله باكر، باكر نقعد أنا وياك ونكمل جزء عمه. لا لا لا، جزء عمه أنا حافظته من زمان، من أيام المطوعة. ايه؟ أنا الحين أبيك تحفظني جزء عمه. جزء تبارك قصدك يمه، قمت تخلطين الله يهداك. قمت أخورة أنا بعد. جزء تبارك أنا باكر أجيب لك مسجلة صغيرة. ايه؟ وأجيب لك شريط جزء تبارك، وتقعدين تسمعين تسمعين لين ما يصير سهل عليك، بعدين أي أسمع لك. طيب هذا المسجل. الحين صار لك سنة تقول لي بجيب لك مسجلة عشان تقعدين تحفظين بروحك. والله مرت السنة ما شفنا المسجلة ولا شيء. تضحك ها؟ لا باكر صدق راح اجيب لك. وإذا ما جبت بدز شابو، يلا خلي في يدك الضحك الحين. زين. إن شاء الله. زين يا خالف، خلينا نشوف.